خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد السبعي. هذا الفيديو غادي نتكلموا فيه حول الإهانة الكبيرة اللي دارتها التلفزيون الجزائري للعالم المغربي بمناسبة القمة العربية، وغادي نتكلموا كذلك حول الانسحاب الجماعي لدول الخليج من هذه القمة اللي بغات تنظمها الجزائر، ورد يعني مفحم من الخارجية ديال السعودية. السعودية ما عجبهاش البيان ديال الرئاسة ديال تبون اللي قال فيها بأن بن سلمان مريض، وردوا ببيان آخر. غادي نشوفوا الرد ديال دولة السعودية، ولكن الإخوان صبروا عليا واحد الجوج ديال الأقواس غادي نفتحهم كبار. واحد الفيديو عندي كانوا كنت عيني مغمضة واحد شوية، لقيت واحد الهجوم الشرس من طرف الكراغلة في هذاك الفيديو، وقال لك سيدي السباعي مسطول، السباعي كيكمل حشيش، السباعي كيفعل، السباعي كيترك. انا اشك بان هذاك الفيديو تحط عندهم في شي جروب وقالوا اجيو نهجموا او نهجموا على السباعي. وكذلك ميساجات بزاف جاوني ديال التهديد وكذلك ديال السخرية في الميسنجر. السباعي ما عنده ما يدار، السباعي ظلم قبل الجزائر، السباعي واحد البيطالي كياكل يعني غير من الفيديوهات والفي يعني واليوتيوب. انا بغيت نقول لك المغاربه كبار عليكم، المغاربه ما تلحقوش ليهم. فاذا كان المغاربه اليوم يتكلمون بالحجه والادله والوقائع وكل شيء، فانتم ما كتعرفوش غير السبان والمعيور بحال هذا كبيركم اللي كتعتبروه نجم اللي ما كيقول والو. جميع الفيديوهات ديالو مكرره، المحتوى ديالها يتكرر، ما كاين لك غير بوسبير 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 بوسبير. ولكن بلاتي ونتكلم معكم ونفتحوا هذا القوس. محمد السباعي اللي ما كتعرفوش بزاف بانه احيانا كيصهر حتى الجوجونس ثلاثة تاع الليل، كيقاد هاد لي فيديو ديالو وكيعطيهم الدراري اللي خدامين معاه. مره كنمونطي، مره كنعطي الوليدات، اخر كيمونطيو، لان السباعي محمد موظف رئيس مصلحه في اداره عموميه. محمد السباعي مؤلف وكاتب، وهي الكتب ديالو، ها هي الكتب ديال محمد السباعي باش اتعرف، ها هي كتب ديالي. كذلك محمد السباعي مخرج ومؤلف مسرحي، خدا جوائز من البلاد ديالك انت يا الكورغولي، مشيت لبلادك فعلا وديت جوائز وتوجت، ها هي جائزة من أضرار، ها هي جائزة من واد سوف، ها هو كذلك التروفي من دولة العراق، زائد بارك عليك صافي، ها هو تكريم من وزير الثقافة ديال تونس شخصيا في مبنى تونس، في مبنى وزارة الثقافة ديال تونس. هاي كذلك جائزة فلسطين للإبداع المسرحي، هاي نزيدك مرة أخرى من قطر، ونزيدك كذلك هذه جائزة من تركيا، ونزيدك كذلك جائزة من البحرين، ومجموعة من الجوائز. محمد السباعي ما كينتظركش انت تجيب ليه القفة، ما كينتظرش انه يصور الفلوس باش يدافع على البلاد ديالو والوطن ديالو. مشينا المحافل الدولية من 2017 قبل ما نديروا هذه القناة، وفيما مشينا كنعرفوا ببلادنا وبالقضية ديال بلادنا وبالتاريخ ديال بلادنا. كننظم تظاهرة ثقافية من 2014 هنا في المغرب دائما بمناسبة عيد المسيرة الخضراء، وفي غالب الأحيان كما غادي يكون هذا العام من الإيرادات ومن الفلوس ديال هذه القناة غادي تمول مشروع ثقافي هنا في المغرب بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء، وما كنحتاج لشي كورغولي أنه يجي يعطيني الدروس. بغيت نقول الاخوان ديالنا بانه الا شفتونا احيانا فينا ستريس عيانين، لاننا راه كنبقاو حتى لجوج تاع الليل بعض الاحيان وحنا كنصوروا في هذا الاستوديو ديالنا باش مع الصباح نرسلوا لكم فيديوهات ونشرهم كذلك في بقيه اليوم. سمحوا لي على هذا التطوال، وكذلك كانت نقطه لابد منها وما غاديش نرجع ليها في شي فيديو اخر. مشينا مع محمد السباحي. خدنا السلام عليكم، تحية مجددة. غادي نتكلم أولا على واحد الفضيحة من العيار الثقيل ديال التلفزيون الجزائري. هما كيعتبروا بأنه أهانوا المغرب وداروا إهانة ديالنا وكذلك إهانة ديال العالم المغربي. هذا الأمر جاء في واحد المنشور أو فقرة إشهارية حول القمة الإفريقية واللي لاحوا فيها الأعلام ديال الدول العربية كلها، يعني باش يغطيو
ليكرون كامله ديال الشاشه، يعني كرروا الخرائط او الاعلام ديال هاد الدول العربيه الا دوله واحده هي المغرب، داروا علم وحيد وكل ما حشموش ما كانوش غادي يكرروا كاع هذاك العالم، يعني ما غاديش يديروه كاع، ما غاديش يحطوه، لانهم هذا كيبين بانهم اغبياء مجانين، المغرب كيضرهم والمملكه المغربيه دايره لهم عقده تاريخيه. هذه العقده تجلات ملي جا داك الوزير وجلس واحد نصف ساعه في المغرب ومشى في حاله دون ان ياخذ حقه في الضيافه والكرم ديال المغاربه امتثالا لاوامر شنقريحه وكدبون. اذا اليوم انا لا اعتبره اهانه شخصيا، والله لا اعتبره اهانه، فقط بغينا الدول العربيه والمشاهدين من الدول العربيه يشوفوا هذه الصبيانيه ديال الاعلام الجزائري الرسمي. التلفزيون الجزائري الرسمي دار هذه الخطوه الغبيه جدا، ولكن ولله الحمد المغرب دائما نقولها لكم زاويه شريفه، واللي عاداه يتعادى. ما معنى ذلك؟ انتم بيتوا بالمغرب سوء، تكلمتم عن المغرب ديجا بانه يريد افشال القمه العربيه، حمار باللاني ديالكم كذلك خرج غير ما مر واعطى بزاف ديال الاتهامات للمغرب، واليوم والله العظيم الا كتحفروا القبر ديالكم بيديكم. مناسبه الهضره الاعتذار ديال بن سلمان، الاعتذار ديال بن سلمان دارت الرئاسه الجزائريه خطا دبلوماسي فظيع جدا. هو ما بين السعوديه والجزائر اصلا كاينه، ولكن هاد الخرجه البارح ديال كدبون ولات كبيره بزاف، والبيان اللي دارت الرئاسه الجزائريه ردت عليه الخارجيه السعوديه بدبلوماسيه، ولكن كان ردا دبلوماسيا مفحما يكذب كل ما جاء في رساله او في البيان ديال كدبون. اشنو كتب كدبون في الرئاسة؟ يعني هذا الموقع ديال الرئاسة ديالهم أو الحساب ديالهم على تويتر أو الفيسبوك، أش كتب؟ تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضور اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح نوفمبر بالجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر. ومن جهته ابدى السيد تفاهمه الرئيس لهذه الوضعيه وتاسفه لتعذر حضور ولي العهد، متمنيا له بموفور الصحه والعافيه، معبرا له ان المملكه العربيه الصحيحه السعوديه الشقيقه ستظل حاضره معنا في كل الظروف. اذا بيان يتقطر بالسم، والله العظيم الا فيه واحد الحجم، واحد الكارثه دبلوماسيه. حنا اللي ما غاديش نقولوا حنايا فقهاء في الدبلوماسيه وفي السياسه، قرينا هذا الاسطر وقلنا يعني بدينا كنعرفوا العقليه ديال هاد الناس الذين يجاوروننا وهاد الحكام الذين يجاوروننا. انت كرئيس دوله ما عندكش الحق نهائيا تتكلم على الوضعيه الصحيه ديال زعيم دوله اخر، ما عندكش الحق. ما دام هاد الزعيم ديال الدوله ما خرجش بشي بيان، ما خرجش بشي بلاغ يتكلم عن الصحه ديالو وعلى الوضعيه الصحيه ديالو، وحنا كنعرفوا الحساسيه في دوله السعوديه انه كان واحد الصراع بين بعض الاقطار يعني العائله الحاكمه حول السلطه، وكاين فيهم اللي بغى يحيد محمد بن سلمان، داكشي امور داخليه ديالهم لا تهمنا بشيء، مع انني شخصيا كنقول محمد بن سلمان صديقنا الله يخليه دائما على راس هذه الدوله، لاننا ما كنشوفوا منه حنا كمغاربه الا الخير. كتجي اليوم انت كرئيس دوله تتكلم على الوضعيه الصحيه ديال واحد السيد اللي هو ما بغاش يشهرها سيدي. نفرضوا سيدي مريض واخا هو عنده 36 عام وباقي صغير وكذب عليكم، يعني هو بلا باقة اعتذر بواحد الطريقه ودار واحد العذر، ولكن خرجتوا انتوما وفضحتوه، ما عندكش الحق. تبون باقي يعني هو هذيك التلفه ديالو هذيك الصدمه ديالو من ان محمد بن سلمان ما جايش خلاته انه يتواصل مع السيد اللي مسير ليه الصفحه ديالو ويقول ليه دير هذا البيان، دير هذا البلاغ باش الشعب الجزائري يقول راه بن سلمان ما جايش لانه مريض، مع اننا كنعرفوا المشاكل ديالكم مع السعوديه، السعوديه راه كان بغى يجي عندكم هذا بن سلمان في شهر 8 وبديتوا الاستعداد وكذا، في الاخر قلب عليكم وجهه وما بقاش جا كذلك اليوم، وكنعرفوا الاسباب.
الاسباب ديالكم، التقارب ديالكم مع ايران، الاحتضان ديالكم الموقف الايراني، كذلك التضامن ديالكم مع بشار الاسد، وكنتوا بغيتوا سوريا تكون ممثله في القمه، اضافه الى التعاون ديالكم مع البوليساري وايران من اجل ضرب مصالح المغرب، رفضكم للوساطه ديال السعوديه للمصالحه مع المغرب. هذه امور كلها خلاها محمد بن سلمان حتى لدابا وصدمكم بها، عطاكم تبقى اسبوع القمه العربيه تقريبا. إذن راكم ما كتعلموش من الدروس يا بانو كرغل. وهذا البيان اللي دار رئيس الجمهورية الجزائرية، خرجت سيدي السعودية ببيان آخر تكذبوه، كتقول بأن هذاك الكلام اللي قال تبون ما كان منه والو. ها هو البيان ديال وزارة الخارجية، ما تكلمش على الاعتذار ديال محمد بن سلمان، وما تكلمش كذلك على الوضعية الصحية ديالو بالمرة. قال اتصلنا بتبون وأبدينا التعاون ديالنا مع الإخوة والأشقاء في الجزائر وكذا، يعني بيان دبلوماسي ولكنه في حقيقة الأمر يخالف 180 درجة ما جاء في تصريح تبون. واش تعلموا من الدبلوماسيه، تعلموا من المملكات. راه كاين واحد الصراع كبير جدا ما بين الجمهوريات العسكريه وكذلك المملكات في الوطن العربي. راه المملكات ما غاديش تنسى التآمر ديالكم في الستينات وفي السبعينات من اجل الاطاحه بالملكيات في الوطن العربي. راه ما عمرك ما غادي تشوف الاردن والبحرين وزيد عليها كذلك قطر والسعوديه والامارات والمملكه المغربيه انهم غادي يفرطوا في بعضياتهم، لان التفريط في بعضياتهم كيعني انه راه ما عارفين ديك اكلتو يوم اكل الثور الابيض. ما غاديش ينساو التآمر ديال عبد الناصر وديال معمر القذافي وديال الهواري بومدين وديال حافظ الاسد من اجل الاطاحه، وكذلك ديال الجمهوريه ديال العراق من اجل الاطاحه بالملكيات في الوطن العربي. راه ما عمرك ما غادي تظن بانهم ما غاديش يتضامنوا مع بعضياتهم. راه شفنا قطر والسعوديه فين وصلوا، وهما دابا السمن على عسل. راه ما غاديش تنسى الامور غير تهنا، لانهم صوت واحد. الممالك او المملكات في الوطن العربي وصوت واحد. واليوم الكويت قاطعت، الحاكم ديال الكويت مقاطع القمه، غادي يجي ولي العهد. الحاكم ديال الامارات هو مقاطع القمه، ملك الاردن مقاطع القمه، البحرين مقاطع القمه، السعوديه اليوم مقاطع القمه. اذا اش بقى لكم؟ اش بقى لكم؟ بقى لكم ابراهيم غالي وولد الغزواني، زيدوا عمروا بداك هوغو تشافيز وجيبوا ديال كوريا الشماليه وديال ايران وديروا القمه ديالكم. هادشي اللي بقى لكم. اذا ولله الحمد كنقولها لكم ديما، المغرب زاويه. بغيتوا العالم المغربي حقرتوه ودرتوه بوحدو، ولكن الحقره جاتكم من جهه الاخرى. خدنا النهايه ديال هذه الحلقه، ما تنساوش دعمها بابوني واشتراك في الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.